بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. خوتنا الأحباب، أخوكم إسماعيل دائما في الجديد معكم إن شاء الله. راه وجد لكم يعني كبلة وزود في ملاد، يعني سلعة ما شاء الله، قوة 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 تبارك الرحمن. خوتنا أحباب، قبل ما نبدأ الفيديو راح نتكلم في بعض الكلام. يعني كاين واحد الإنسان يسكن يعني في الجزائر العاصمة، ادى عليا كوبلا زون وكوبلا فاسياطو تبارك الرحمن، ربي يبارك له في رزقه. يعني وصاني على مال شو وفي مال شابة، وصاني عليهم وتليفون نتاعو. يعني راح لي هذه الكوبلة راها واجدة حبيبنا. النيميرو تاعو على ما أظن يبدا 05 42. إذا كان ممكن شاف هذا الفيديو أن يتصل بي، هكذا يعني النمرو تاعو راح لي. هكذا خوتنا أحباب باش نبداو الفيديو، باش ما ننساش. هذا خونا الكوبلة تاع هاي واجدة، يعني مال شو مع في مالا شابة تبارك الرحمن، يعني حاجة قوة. ماذا به إلا شاف الفيديو هذا يعيط لي إن شاء الله الأخ إسماعيل معك يا الأخ. المهم نبدأ الفيديو إن شاء الله خوتنا. يعني جبنا لكم زوج حمالات، حاجة شابة وكبلة تتأكل ما شاء الله تبارك الرحمن. نعلمكم على هذه الكوبلة باك 2023. شوفوا خوتنا هذا المال منا، يعني كوبلة مع هذه البمالة تبارك الرحمن، يعني خرجوا فروخة تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ثانيا حاجة، هذا المال كوبلة مع بمالة كلاسيك، يعني أعطى سلعة ربي يبارك ما شاء الله. والفيمالة ثاني كوبلات هذه في العام تاع 2023 كوبلات مع مال كلاسيك، ثاني عطات الطفرام ما شاء الله خوتنا. يعني هذه حاجة جماعة، يا ناس ما نحبوش هذوك التعليقات، يعني كيفاه يقول مثلا تاع 2023 كيفاه كوبلات الفيمالة مع هذا والمال هكذا. هذا هذا يا خوتنا، نحن يعني واش نقولوا، يعني كل حاجة ممكن في الأمر هذا خونا، وإحنا الحمد لله والحمد لله والحمد لله، يعني نتكلم بصدق. هذه نتكلم بصدق، إحنا ما يعني كيما نقولوا ما نتكلموش حاجة يعني من عندي أنفسنا. الحمد لله أنا عندي كوبلة ما شاء الله تبارك الرحمن. هكذا يعني حبيت نوضح هذه المسألة يعني للناس، يعني اللي حاب يلقى هذه الكوبلة، يعني كوبلة ولا في الأحلام ما شاء الله. شوفوا كيفاش راتبة تبارك الرحمن، يعني راتبة ما شاء الله. هكذا خوتنا كوبلة رايحة تتأك ما شاء الله، لي زونغ في 8 بلي بلي كل حاجة تبارك الرحمن. انزيدوا روحكم عايزين ثاني، الله يبارك تبارك الرحمن. في مالات عندنا في مالات شابة شابة فاطيات، يعني شابة بزاف بزاف تبارك الرحمن. شوف الله يبارك، وعندنا ثاني هذه بمال خطياطو ما شاء الله. وش رايحين راح نجيب لكم هذو وتشوفوهم، يعني ما شاء الله. هكذا خوتنا دوك نبداو نجيب لكم نعرفوكم على السلعة تبارك الرحمن، يعني السلعة ما شاء الله. وهذو قاعد زايدين هنا خوتنا الأحباب، يعني باش نكونوا صراحة مع هذيك الباقة تاعنا، هذو راهم قاعد زايدين هنا خوتنا. شوف الله يبارك ما شاء الله، شوف بلي بلي، شوف منا عندها ثلاثة ومنا عندها زوج تبارك الرحمن ما شاء الله، في مالا في القمة. شوف يعني طايب صغيرة صغيرة ما شاء الله، طارفة حرة هاي لك خوتنا أحباب. شوف الله يبارك ما شاء الله، هذه الأولى هاي هذه الأولى وهذه في مالا الثانية. هاي يا خوتنا
هذه في المادة الثانية تبارك الرحمن عند هذه بليم زود منا ومنا ما كاش يعني حاجة قوة باك دومير بانكار شوف الله يبارك ما شاء الله بالكولي كل حاجة يعني هاي دومير بانكار فوق يعني الصعكة تاعها كيفاش تخرج ما شاء الله شوف الله يبارك يعني ما شاء الله في مادة في القمة هذه هذا خوتنا هذه الأولى صح فوق نجيب نروح لكم الثانية ما شاء الله بكرة نجيب لكم كوبلا ما شاء الله تبارك الرحمن بسم الله بسم الله يعني نجيبوها في العقد ما نشتريهاش يا خوتنا بسم الله شوف الله يبارك الله يبارك إن شاء الله ما شوف يعني هذه كوبلا حتى كانت يعني ما تتمش ما شاء الله هاي الوضع ها يا خويا يا خويا ما تكونش طبيعه هاي اخذنا ما تلقى يشوف الله يبارك فينا بسم الله ما فيهاش يعني هذا راه ماشي ملك شكرا الله يبارك ها بليم بليم جناح كومبليمنت وجناح كومبليمنت تبارك الرحمن يا جماعه هذا ما يحبش بشتو شيء يعني قلت لكم شتو شوية ما من في ملاك كيف خوتها هلا خوتها لما يشتري شيء هذا الله هاي تبارك أحمد هذا يعني أنا جزء يعني لما يشتري شيء هذاك المال تبارك الرحمن بلي بلي مقع منه ومقع جودة ما شاء الله خوتنا أحمد هذه الكفلة تبارك الرحمن خوتنا هلا يعني سلعة أخوكم إسماعيل دائما يجيب غير سلعة في القمة ما شاء الله تبارك الرحمن خوتنا الحباب هكذا وش راح نقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.